بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين. الثواب العظيم للذكر للرسول صلى الله عليه وسلم علمه لنا، وغفل عنه كثير من الناس، ومش عارف ليه الناس غفلت عنه مع انه ذكر عظيم جدا من السنن الهامة جدا في الأذكار التي كان يوادع عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما يتركونها ولا يتركوها أبدا أبدا أبدا. ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير. ما قلت أنا والنبيون من قبلي أفضل من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير. وفي رواية أخرى يحيي ويميت، بس الأرجح في هذه الرواية لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يقولوها في الصباح بعد صلاة الصبح 100 مرة. لما تقول الذكر ده 100 مرة له مناقب عظيمة وفضائل عظيمة كبيرة، عظيمة جدا جدا جدا، لا يعلمها كثير من الناس. أنا هحاول واحدة منها بس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، 100 مرة كانت له بعتق 40 ولد، من 40 من ولد بني إسماعيل، من ولد إسماعيل 40 عبد، أو من ولد بني إسماعيل. ولد بني إسماعيل هم بني هاشم، يعني كأنك أعتقت 40 عبد قرشي من بني هاشم، من نسل سيدنا إسماعيل، من نسل بني هاشم اللي هم سلسال الرسول صلى الله عليه وسلم. أو تاخد عتق 100 رقبة عادية، كأن رقبة من ولد إسماعيل تساوي 2.5 رقبة من الرقبات العادية، لشرف نسب القريشيين أو القريشيين الذين ينتبون إلى سلالة بني هاشم، اللي هي سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هي تمتد إلى سيدنا إسماعيل ومن بعده عدنان لغاية ما يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما بتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وعلى كل شيء قدير، لغاية ما تخلص 100 مرة مش هتاخد منك 7 8 دقايق 10 دقايق، هتحصل مناقب عظيمة جدا جدا جدا. أنا هكتب لحضراتكم المناقب دي تحت الفيديو، يا ريت تنسخوها وتنشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويا ريت نتقي الله وما نستخفش بالسنن وما نستخفش بالأذكار اللي الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا، اللي دي هي دي اللي هتنجينا يوم القيامة، لأن إحنا سيئاتنا وذنوبنا كتير جدا جدا جدا، ودي حسنات بالمكيال، حسنات بالزوفة. المنقبة واحدة بس إنك بتاخد ثواب عتق 100 رقبة، 100 رقبة. لو قلنا إن الرقبة إسكان الجاموسة الآن 28,000 جنيه، يبقى الرقبة تمنها قد إيه؟ 100,000، 200,000، اضرب 100,000 أو 200,000 في 100، 10 مليون جنيه أو 20 مليون جنيه، كأنك تصدقت، كأنك أما تعتق 100 عبد في الميزان يوم القيامة، كأنك تصدقت ب 10 مليون جنيه أو 20 مليون جنيه. غير المناقب الفضائل الثانية العظيمة الكتيرة اللي لهذا الثواب العظيم. أنا هكتب لحضراتكم تحت الفيديو المناقب الكثيرة للا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وعلى كل شيء قدير. يا ريت كلنا نواظب على هذا الذكر وما نغفلش عنه، ونقوله 100 مرة كل يوم، واستحسن أنها تقال بعد صلاة الصبح. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.